انا بس على انا عاوز اوضح صوره على الصراحه اللي بيحصل في مصر. انا هنا انا بعيد، لا ليا في صور كتير، وانا قاعد هنا بس بيصعب عليا وبيخلصوا عليا البلد اللي احنا رايحين فيها ومن سبب الاخلاق اللي احنا فيه. فحاجه بصراحه حاجه صعبه. انا ليا طلبين بس، معلش يا رب اتفضل يا كابتن. انا عاوز الرئيس السيسي هو الوحيد اللي في مصر اللي مختلف من القيادات كلها، اللي هو بيسمع بيحس. ده نقول بنزيد كده كويس جسمه. ده انا عايز بس يبقى في حاجتين ممكن يعملها للرياضه في مصر وعامه الاخلاق. اولا اتمنى ان هو يعين له مستشار رياضي زي ما مستشار عسكري، مستشار ثقافي، مستشار سياسي، زي مستشار يديله ايه اللي بيحصل في البلد من ناحيه الرياضه. هيديله صور اكتر وقراراته، وانا مبعتش قرارات. الحاجه الثانيه لو سمحت، يعني فات رايك انت بتصرف على البلد وبتعمل بتنمي البلد، وحاجه انا بتشرف في مصر هنا اللي بيحصل في مصر ده، في القرى والمدن والانجازات اللي بتحصل دي كلها. حته ان موضوع بقى المدارس، ودي مدارس الولاد عشان الاثنين يخش على التعليم ودخله جامده عشان نربي العيال ونطلع اخلاق، بقول له وفر الفلوس دي دلوقتي، لان حضرتك الفلوس اللي هتدفعها والمليارات اللي هتدفع في المدارس مداخله واحده من شخص رئيس نادي بيطلع وللاسف مستشار ورئاسه رئيس محكمه والكلام ده، مداخله واحده هتحس ان الولاد كلها في المدارس فيها التعليم فيه واخلاقها تتربى فيها فيه ده. فانا ما الاول نصلح الاخلاق دي الاول، ونصلح القيادات اللي بتطلع تتكلم، والمفروض رؤساء انديه والمفروض مناصب كبيره في الدوله، لان الكلمه بحساب، وده اسمه ليدر، كل كلمه بتتحسب، كل كلمه بتتقال بتتحسب عليه. لما يطلع شرف الناس واعراض الناس وتهديد الناس وبقالي سنين الكلام ده والناس ساكته في الدوله، ده يعني للاسف بيهز جميع الاخلاقيات اللي احنا اتربينا عليها واللي مصر فيها. فبصراحه ده انا بشكرك جدا يا كابتن زكي. حذر وبقول يا غايب. انا بشكرك جدا يا كابتن زكي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن زكي، ولكن دائما القاعده هي اللي هتمشي وهي اللي هتسود. القاعده دائما هي الاخلاق والادب والاحترام، هو ده اللي احنا دائما متعلمينه وده اللي احنا عارفينه. القاعده هي اللي